قبل ما نعرض الوسيلة معنا مداخلة من أستاذ أو كابتن هشام جعفر. السلام عليكم. أنس. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كابتننا الفاضل مقدم برنامج الكرة مع جعفر، أخبار حضرتك وكل عام وأنت بخير. البداية إزي حضرتك يا أستاذ إسماعيل، وكل سنة وحضرتك طيب. وأنت بكل صحة وسلامة يا رب، ودايما مبدع ومتفوق في البرنامج الطيب. الشعب المصري والعربي كله بخير وسعادة، وكل سنة وحضرتك طيب، وقناة الصحة والجمال وكل أسر قناة الصحة والجمال والعاملين عليها بخير وسلام يا رب. رؤية البرنامج الكرة مع جعفر، رؤية المستقبلية، وهل كان في تعاون من قناة الصحة والجمال مع حضرتك؟ دي حقيقة يعني من أفضل الفترات لبرنامج الكرة مع جعفر، قدرنا ان احنا نشتغل بشكل مميز، ويبقى عندنا رؤية في اختيار الضيوف. نعم. الحمد لله قدرنا ان احنا يبقى معانا الكابتن ابراهيم عبد الصمد ودكتور عطية السيد والكابتن عمرو الحديدي وكابتن امير عبد العزيز، يعني بنحاول تملي يبقى فيه كوكبة موجودة كده نقدر ان احنا نعمل عمليه الامتاع للمشاهد في قناه الصحه والجمال. هل الفتره القادمه في تطوير للبرنامج كابتننا الفاضل؟ والله بص، هو طبعا طول ما احنا موجودين وطول ما قناه الصحه والجمال موجوده، فاحنا ان شاء الله كل يوم في تطوير. احنا يعني يمكن بنحضر لحاجه كده ان شاء الله، وتبقى حاجه كويسه. عاوزين نتكلم اكتر عن الرياضه المصريه، نتكلم اكتر عن الناس اللي خدمت في الرياضه المصريه. يبقى عندنا يوم مميز، حياه النجم، يعني بنحاول ان احنا نعرف حياه النجم من اول ما يصحى من النوم لحد ما ينام. فان شاء الله تبقى حاجه كويسه، وربنا يكرمنا ان شاء الله. ان شاء الله دايما تفوق كابتن هشام. ربنا يخليك يا استاذ اسماعيل، شكرا لمداخلتك. طيب وانت بصحة وسلامة، وخدت من وقتك ووقت مشاهدينك، وكل سنة وحضرتك طيب. وانت بكل صحة وسلامة يا رب، وشكرا استاذ هشام.